على راس شريك. ليك معك ساعتين بس لا تتأخر. مو مشكلة، انت بتعرفني. ماشي يلا. شايفة انك جاهزة؟ حبيب قلبي حسن جاب لي تياب من البيت. اي اي عم تتوجعي كتير؟ لا بنتي انا منيحة. ماما ليش ما بتضلي يوم كمان؟ الدكتور عصب كتير. انا منيحة بنتي، هلا بس نروح على البيت بتعملي لي شوربة طيبة وبصير ما احلم. جولبري ليش مستعجلة؟ ليش مصرة تطلعي بهي السرعة؟ أنا ماني موافق. ماني حاسة بالوجع، فيني أمشي على رجلي. طيب بما أنك مصرة كتير لازم توقعي لي على هي الورقة أنه أنت طالعة على مسؤوليتك. جيبي لهي الأدوية، سعرها مو غالي. لازم تتغذى وتنام منيح. أولادي هنن الدواء تبعي، رح كون منيحة بوجودهم. معفاي إن شاء الله. شكرا. يلا أنا باخذ أمي. إجا على البيت بنص الليل والصبح ما كان موجود. وما قدرتي تسأليه وين كان سهران؟ ما سألته، علاقتنا متوترة. شوفي نسليهان، كأنك بتعرفي شي ومخبيتي عني؟ لا قلت لك كل شي بعرفه. بس كمان جولبري ما رجعت على البيت. كيف؟ شفت ابنها الصغير جان، تركته عند الجارة مشان تدير بالها عليه. شي حلو كتير، معناتها عندها مصيبة جديدة. الله بيعلم شو هي هالمرة، وزوجي مثل العادة عم يركض وراها. نسليهان برأيك شو القرار اللي حيطلع بخصوصها؟ ما قلت لك مبارح ابنها عصب وبهدلة إلها، حتى أنا انزعجت كتير مشانها. إذا سألتيني عن رأيي، السيد فكري هو صاحب القرار النهائي إذا جولبري رح تضل أو لا. مصرياتنا قلت، برأيي إنه تسوق على مهلك بلا ما نتخورف بالتصليح. لمين السيارة؟ ما بعرف، الله يخليها لصاحبها. الله، أخي محدين. إلهي الله يرزقك من نعيمه، تعبتك معي كتير. موين صحة وهنا؟ على قلبك صدق. بالعافية يا دورة، كل وشباع منيح لأنه رح تتأخر. بدك روح فورا؟ مو قلت لي لسه معنا وقت؟ تحسبا لك أخي، نحن زبطنا كل شيء، رح تطلع بعد كم ساعة. لك كيف بدك يعني روحوا بدرية مو معي؟ الشباب عم يحوموا حوالين المشفى من مبارح، الشرطة ما عم تتحرك، ما بدنا نخاطر. بعدين هني ما رح يحطوا البنت بالسجن. أنت بتسافر هلأ وأنا بعطيك وعدي، رح أبعتلك بدرية وراك. خلاص إذا أنت هيك رأيك أنا موافق محدين، هنصبر. شو بدنا نعمل؟ وهلأ عن إذنك أنا رايح، مرتي ناطرتني والله، لسه جديدة، مو معقول نضطر من أول يوم. إيه أكيد أخي، لكن أنت روح شوف شغلك. محدين أنت ساعدتني كتير، سامحني يا أخي. روح مسامح أخي، وأنت كمان سامحني. العفو يا أخي، ما قصرت. يا أمان الله موفق. خاطرك. الله معك. رح تزبط. الحمد لله. أخ أمي أنا بشو الحكية؟ لا بنتي تعي يلا فوتي. شكرا يا روحي. أنتي تسطحي وارتاحي. لا بنتي ما في داعي. أمي
قولي لي ليش عم تعترضي على كل شيء عم اقول لك تعمليه؟ يا روحي. امي اختي جان روحي. شفتكم من الشباك؟ صرتي منيحة؟ أنا منيحة. لما توعد أمي بتوفي. حبك ماما. يا روحي أنت على مهلك. هلأ بتوجعها. شوفي ما في شي يا روحي، أختك عم تمزح معك. رحت شفت أرنوبك شي؟ من مبارح لحاله بيكون اشتاق لك. أبو أنا فردي. أمي خليني غطيكي بالبطانية وهلأ نامي وارتاحي منيح مشان تطيبي. ماشي رح اشتري الأدوية وإجي. بنتي ما في داعي للدواء، أنا منيحة. لا أمي مو ممكن، الدكتور نبهني. ما معي مصاري. أنا معي، أنتي لا تقلقي. يلا تسطحي. أختي أبو أنف فردي جوعان وما عنده مي كمان. لكان يلا روح جيب له مي. حالك بنتي؟ أمورك كلها تمام؟ أي منيح، انتبهتي على أخي الصغير، شكراً كتير إليك. دخيل عينه جان، ما بيعذب أبداً، ضل واقف قدام الشباك عم يستناكم مثل العصفور، ولما شافكم نزل فوراً ما لحقته. بنتي أمك ما أجت على الاجتماع مبارح، قامت لقيامي ناطرين اليوم المساء بالاجتماع. خليها تجي وتحاول جهدها لأنه الوضع سيء كتير. ناويني ألعوة خصوصي نسليهان، مصرة كتير كتير. يلا نسليهان بدي اطلع امشي شوي. لا تعذبي حالك. لوين رايحة؟ محضر لك الكوكتيل. مرحبا. اهلين. مدام نسليهان موجودة؟ موجودة، تفضلي. انتي قاعدي، انا رح ناديلها يمكن ما سمعت. نسليهان اجت بنت هي بالصالون. اها مين؟ ما بعرف. على كلين منشرب العصير وبعدين بتروحي. حضرتي؟ اها رجعت عيلة المصايب على بيتها يعني؟ قال في اجتماع اليوم المسا، خبرتني ست كهريمان بهالشي، اجيت لأعرف اي ساعة. خلي امك تجي بحدود الساعة 8 المساء، وقليلة اذا ما اجت اليوم على هذا الاجتماع كمان اكيد رح تتقلع. اذا الموضوع لانها تعطلت عن الشغل انا بشتغل عنها. تجاوزنا هاي المواضيع من زمان يا حلوة، المسألة انه بتضل المصايب لاحقتكم، دائما في حوادث ومشاكل جديدة. تمام، تنظيف ضروري، بس نحن بدنا نريح راسنا اكثر. ان شاء الله رح نحل هذا الموضوع من جذوره اليوم المساء. حذرنا امك كتير وهي بتضل تعتذر، كله حكي فاضي. هذا بيعني إنه بيتها وشغلها ما بيهموها. شو منعمل؟
ندور على حدا بيهمه شغله أكتر؟ طيب فهمت، لا تواخذني، زعجتك. هاي بنتها لقول بري؟ هالبنت بنفس صف بنتي داملة، متخيلي هالشي؟ كله من تحت رأس خلوق، لأنها قصرت 3 علامات بس عن المعدل، أخذ البنت ونقلها لمدرسة حكومية. بنتي هلأ عم تختلط مع هدول الناس المشرشحين. هاي توزلة بعيدة كثير، السيارة كانت فكرة منيحة. لازمك شي أمي؟ لا ابني، أنا بس قلقت عليك. وينك هلأ بالشغل؟ ايه أمي، عم بشتغل مثل النحلة. برافو عليك. أنا وبدرية إجينا على البيت، قلت لطمنك مشان ما تقلق. تمام؟ ماشي أمي، وأنا كمان منيح، لا تخافي علي. ماشي ابني، يلا بشوفك المساء. ألف مبروك مدام. أهلا وسهلا. مرحبا عمو. كيف فيني ساعدك؟ بدي بيع هذا السمسال. أكيد، ورجيني. بدفع 500 ليرة. 500 شو؟ في معه حجر كريم مو شايف؟ هاد ذكرى لإلي وغالي كتير. إذا حاولت اشتري هاد منك قديش رح تطلب؟ هذا سعر الشراء يا أنسة، مو سعر البيع. طيب خليها 500. يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضلي. بدي أسألك، البنت اللي طلعت من شوي أم شعر طويل، شو كانت عم تعمل؟ لقيت لأنها بنت رفيقتي، هي باعت ولا اشتريت؟ باعتني هاد، شكلها مضطرة على مصاري. تمام، شكراً لك. العفو، عن إذنك. أهلا وسهلا. اهلا شيماء، شو نسيتي شي هون؟ لا ما نسيت، فكرت كثير وانا عم بمشي، قمت انزعجت اكثر. انا انساني سيء شي؟ هلا شو مناسبة هالحكي؟ لما شفتها لهي البنت المسكينة عندك وجاني قلبي عليها، مو بإيدي. شو ذنب الولاد يتعاقبوا على أفعال أمهم؟ يعني رح يبقوا بلا بيت. يعني للأسف نحن ما فينا نختار أهالينا. كتير زعلت عليها، البنت حلوة مثل الوردة، تعرفي منيح اللي رجع لي عقلي. يعني نحن عنا بنات، ما بصير أعمل هيك. تراجعت عن قراري نسليهان. بصراحة معك حق كمان، بس كمان راح تبالنا مهمة، ما بعرف شو أعمل. برأيي نترك كل شيء للقدر ومنشوف شو راح يصير بالاجتماع اليوم. ما بعرف وين تركت تليفوني مرة تانية.
التأمين بيدفع جزء منه، بيضل عليك 450 ليرة مع عفاية. يعني لازم ادفع 450؟ ايه طبعا لازم تدفعي. تفضلي. شكرا لك. مع فاي. اهلا وسهلا مدام. اهلين فيك. البنت اللي سألتك عنها من شوي اجت بعتك هذا العقد. على اساس قلتي انها بنت رفيقتك. رح اعطيك ضعف حقه. لازم تحط هالعقد بالواجهة، ولما بيجي حدا بيسألك بتقول البنت باعتك يا. اتفقنا مو؟ اتفقنا مدام. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير شو في يا شباب؟ جايين لعند علي. علي تشكيك. مين هاد؟ ابن عمي بعت لي رسالة قال لي انه هون ولازمه مصاري، فاجيت فورا. برأيي انك تبعت له اياهم عن طريق البنك، تأخرت هنن راحوا. من امتى؟ من قبل شوي. ايه بسيطة منلحقه. شو رقم السيارة؟ 7273، لوحة يونانية، رايحين من كابيكول. كابيكول. يعطيكم العافية. الله يعافيك. اجيت على مركز الشرطة، شو بعمل؟ استني، ممكن اتصل بأي لحظة. وينك انت استاذ قدير؟ رح اتصل فيكي بورجو، استني. ايه لك يا زلمة كل شي بيقدروا يزوروه، بيشبه الجواز الاصلي كتير. انصدمت شوي لما شفته. ايه ايامك يا علي، من هلأ وطالع صار اسمك بالهوية علي بايندر. هيحبوه البنات اليونانيات برأيك؟ ليش لحتى ما يحبوه اخي؟ اسم اليكس احلى يعني. علي بايندرا كيس. ها أخي، قديش ضل الحدود؟ ما بقى غير نوصل. خير إن شاء الله. شو عم يصير أخي؟ شبه المجنون؟ لك ليش هيك سبقته؟ خلينا وراه أحسن. بركي ما وقف. لك ليش هيك عم يعمل؟ ولك شو قصدك يا فرخ البط؟ منين طلع لي هاد؟ زل عندي. نزل لتحت، نزل.
انزل عملا. طيب ولك انت شو اللي عم تعمله حسون؟ وقفت السيارة هيك قدامنا، كنت رح تقتلنا. خلاص ولك خلاص يا واطي، بعد كل شي عملته بدك تهرب هيك بالبساطة؟ لا بدك تدفع الثمن. عم تسمع؟ عم تسمع اللي انتو يا ابن الكلب؟ حسن، حسن ترك السلاح، اذا قتلته راح يفوز. خلي هالندل اللي يتعذب بحيطان السجن. رجع لورا انت، يلا رجع. ليك انا بوعدك راح اسعى لينال اشد العقاب، بوعدك بهالشي. ما بيستاهل حسن، ما بيستاهل. لساتك شاب يا ابني، اطلع على هاد، معقول بدك تخسر عمرك مشانه؟ عشت بالسجن وشفت الوضع، صدقني ما بيستاهل. فكر، فكر بعيلتك، فكر بأمك بإخواتك. بدك تحرمهم منك مشان تنتقم؟ يلا يا حسن يلا، اترك هالسلاح من إيدك. خلص كلب، الله يلعنك واحد كلب واطي. زيل زيل لتحت، خدوا هذا علي تاشكين. روق يا حسن، خلص رح ياخذ عقابه. ماما حضرت لك شرابة بتشهي، استني شوي لساته سخن. يسلمه. ماما عم قول لحالي روح على دار الأزياء بكرة، ما رحتي على الشغل، إذا بدك بشرح لهم شو صار معك. قلعوني من الشغل بنتي. كيف يعني؟ ليش؟ وعدت حالي ما خبي شي عنكن بعد هلأ. جدك السبب، كنت بدي اسحب قرض مشان كفالة حسن، قام جدك اتدخل. مو معقول، يعني ما ضل غير شغل البوابة؟ هذا مقابل البيت بنتي، شو رح ناكل ونشرب؟ لازم لاقي شغل فورا. لا تزعلي، شوفي في سقف فوق راسنا ونحن مع بعض رح نقدر نتجاوز هالشي. ماشي بنتي، قليلي كيف اشتريتي هالأدوية كلها؟ حقهم 450 ليرة، ومرقتي على السوق كمان. كان معي شوي اشتريت فيهم. ماما رح مر لعند داملة قبل ما يتأخر الوقت، بدي أعرف إذا عنا وظيفة ولا لا. برافو عليكي، برافو، تمام، ما رح نوقف حياتنا أبدا مشان أي سبب. أنتي لا تقلقي أمي، خلصي الشوربة وما بطول عليكي. مساء الخير. تفضلي. قول بريخانو ما اجت كمان اليوم على الاجتماع. شو عم تبعت ولادها مشان نتعاطف معها وهيك بتستغل مشاعرنا؟ يا جماعة خلصنا بقى، كتير عم تبالغوا. حاسس حالي بمحكمة من العصور الوسطى. اللي بطرف مين انت واقف خلوق؟ اذا بتسمحي لي واقف بصف الحق، عم نحاول نفهم الموضوع. كيف حالك يا بنتي؟ تعالي عادي هون. أهلين بنتي. لا ما رح أقدر أقعد، أمي ما إجت مبارح لأنها عملت عملية مبارح، تركتها نايمة. الحمد لله على سلامتها. شو صار؟ أكيد في شي مصيبة جديدة. أنتوا بتعرفوا أمي من 6 شهور، ما في داعي أشرح لكم أكتر، هي مرة بحالة وعايشة بس مشان تربي ولادها. أكيد سمعتوا باللي نحكى عنها، أمي ما عملت شي من هاد.
ما إلى ذنب حتى، لأنه كان بدنا نخليها تتعزى، نحن عرضناها لمصيبة كله بسببنا نحن. نحن افترقنا مدة سنتين، كبرنا ونحن مشتاقين لأمنا. كنا نفرقونا عن بعض هاي السنين، وهلأ لاجتمعنا. وش أمي رح يضحك من جديد؟ ولادها رجعوا لها أخيرا. أساسا الحياة صعبة عليها، لا تكونوا ضدها. السقف اللي بدها تخليه بيت لقلنا لا تاخدوه منا، لا تزتونا بالشارع. لهيك أنا بعتذر باسمي وباسم إخواتي، سامحونا، أعطونا فرصة أخيرة. بوعدكن أنا وإخواتي رح نصلح كل شيء. طيب برأيي خلونا نصوت مباشرة. طيب مين بده يقلع جولباري من البناية؟ يلا يا بنتي انزلي وانتبهي على أمك وانسي هاي الليلة. يلا شكرا كتير، ما رح نعمل مشاكل بعد اليوم، بوعدكن بهالشي. شكرا. السيارة كانت لرفيقك؟ إن شاء الله يوصلها عبيته بخير وسلامة. وبالمحضر انكتب انك شلحته لعلي السلاح لتحمي حالك. حسن، يمكن تكون الشرطة بالمركز صدقوا شهادتك، بس انا ما صدقت. بعرف شو كانت نيتك لما رحت لهنيك، وانت اللي جبت السلاح، والسيارة ما كانت لرفيقك. لو ما جيت كنت رح تقتله. وانت شو عرفك؟ لاني لحقتك حسن كل اليوم. راقبتك خطوة بخطوة لأمنعك. بكفي، اتركني بحالي بقى، لا عاد تتدخل فيني. انت ما بتكون ابي لهون وبس. حسن، في سيارة، تعال لوصلك. حسن، على الاقل تشكرني لو بكلمة. يجب أن نكون رحيمين، ولكن تجاه من؟ تجاه كل الناس. مساء الخير. أهلين ابني. مساء الخير. أهلين يا أخي. أهلين فيك. جوعان؟ لا شبعان، بس مزاجي سكر وسط. كيف كان يومك؟ منيح، خلصت شغل وجيت. انت عم تشتغل؟ اها، محل صندويش، ما عجبك؟ حلف بالله. والله لكن جيب لنا همبرجر، بدي صندويشة يا اخي. افتجوا لعندي شي يوم وانا بطلب. اتفقنا؟ اتفقنا. تمام. كيف صرتي امي؟ حاسة بوجع شي؟ لا ما في وجع ابني،
أولادي عم يعتنوا فيني منيح. منيح لكان لكم مني بشارة. مسكوا علي عند الحدود وحطوه بالسجن. شو؟ عن جد عم تحكي؟ عن جد، وما رح يقدر يطلع مرة تانية. إن شاء الله يا ابني، الله استجاب لدعواتي الحمد لله. ألف مبروك بنتي. أنت من وين عرفت؟ قدير قال لك؟ إيه كتر خيره، ما خلى شي ما عمله. لروح غسل أنا. داملا، وين أبوكي؟ من شوي راح على شغله. تعبت من جاية العالم لعندي يومين ورا بعض. وين عقدي؟ داملا، أنت شفتي عقدي؟ أي واحد؟ العقد يلي عملته من حلق أمي الأسري. لا، أنا متأكدة أني حطيته هون بنتي. أهلين بابا. أهلين يا بنتي الحلوة. شوف أنا حضرت العشاء لقلنا نحن الثلاثة. تاتا تاتام. عن جد أنت حضرتي؟ أنا حضرته كله. سارة أخذت إجازة، لازانيا، سلطة والترميسو، كله شغل إيدي. بياخذ العقل. يسلم دياتك، شكلهم بشهوا. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. استنيناك كتير، بردت بس بسخنها إذا بدكم. لا بنتي، قلتلك من قبل تسخين الأكل بضرب الصحة كتير. ما كان عندي علم إنك طبختي، لو بعرف كنت أجيت عبر الزمن. اتصلت فيك 4 مرات طبعا ما رديت، لهذا السبب ما عرفت. كنت بالشغل. أكيد مشغول. ممكن تعطيني المي؟ تفضل. أيوة شيف آرتي، ما في تقديم؟ شغلك بجاياتك. أنا طالع شوي. لوين رايح بهالوقت ابني؟ كل النهار عم بشتغل، ما بيطلع لي اتسلى شوي؟ بلا، روح اتسلى. بس مع مين؟ مع رفقاتي، نقعد بالحديقة. تمام. شو كأنك بلشت تحب لإسطنبول. هاي المدينة صعبة ابني، بس إذا نحن حبيناها هي كمان بتحبنا. منشوف. انت ارتاح يلا، لا تتعبي حالك. يلا بخاطرك. ما حطيتي فطر بنتي؟ ما بحبه. أساساً لعمر معين الأولاد، الفطر والباذنجان والبامية إلى آخره ما بيحبوهن، طبيعي هذا القانون. رأيي إنها بتشهي. برأيي لا، مو كتير، بلا ما نضحك على حالنا. لا تردي على أمك بنتي، إيه؟ لو حطيتي فطر ما كان عجبها كانت لقيت حجة تانية. شو قصدك بهالحكي؟ شو قصدي؟ أنت ما بتترك البنت مبسوطة بشغلها. انبسطي بهاي اللحظة شوي صغيرة شيماء، إيه؟ جربي، رح يعجبك كتير. للأسف أنا واقعية، ما بسعى لعلمها الثقة بالنفس عن طريق المجاملات المزيفة. أنا عم بكذب هلأ مو هيك؟ طيبة كتير يا بنتي، بتشهي، سلم إيديكي ورجاء لا تحكمي الناس. يعني أنا المذنبة هلأ والغلطانة دائما مو هيك؟ أنت مثالي، أنت المثال الأعلى، أنت بتجنن. نحن اتنين منعرف أنك عم تفكري بالعكس. أنت عم تظلمني هيك كتير قدير. تركي الشفا على حالك وشوفي أخطائك شوي، بركي بتصلحيها بشي وقت. أنا عم بعمل اللي بقدر عليه وأنت بذل جهد أكتر مشان العيلة. شو الوضع؟ سعيد عم يسأل عن السلاح. أخذته الشرطة. أنت غبي يعني؟ هات سعيد بيشنق الزلمة بساحة تقسيم. طيب أنا بحكي معه بكرة. خلاص إذا سألك قل له حسن بيعرف وما عم تشوفني.
حظي كتير حلو، رحت محل ما بتشتغل لحتى شوفك. أم حظي حلو شفتك هون ودفشت اثنين وأنا جاية كمان. تمام يا أم نمع، شهدي خدي نفس. تمام، بس أنا كان لازم شوفك، صرنا قراب من بعض أكتر. عندي مشكلة ولازم خبرك شو هي، حتى أني بعتلك رسالة مبارح. إيه صح، أنت ما ردت على رسالتي مبارح. ثانية بس، بصراحة أنا كتير معصبة منك. الواحد على الأقل بيكتب كلمة وبيبعتها. أم نماش الله يخليك، اهدي شوي، المشكلة مو عندك. من مبارح لهلا أنا عانيت كتير. عندك علم؟ تعالي لا تعصبي، تعالي خلينا نحكي شوي. تمام؟ نتبادل الهموم، موافقة؟ لأنه عصبيتك بتقطع النفس. ما عم صدق، ما عم صدق. ألو حبيبتي نسليهان، مو تراجعتي بآخر دقيقة؟ من الواضح إنه هذا الخير. قول بري ما تقلعت. رح تضل. عن جد فرحت كتير. إجت بنتها على الاجتماع وحكت بطريقة خلت قلبي يحترق عليهم، حتى أنا ما قدرت وقف ضدها. تعرفي شو، انبسطت كتير، لأنه عن جد كان ضميري رح يأنبني. على كل إن لازم سكر، عقدي ضاع وعم دور عليه. لا، أي عقد؟ هذا العقد يلي ذكرى من أمي. هذا غالي كتير على قلبي مثل ما بتعرفي، كان محطوط بالصحن اللي على الطاولة بالصالون وهلأ ضايع. شفتي لما كنتي عندي؟ يا الله زعلتيني كتير. إن شاء الله تلاقي. طلعي جوات مكنسة الكهرباء أول شي، صارت معي من قبل. ماشي شيما. تمام، طيب منحكي بعدين، يلا باي. أنا معصبة على أمي وأبي كتير، عن جد ما عم أفهم عليهم. شو يلي ما عم ينحل؟ صعب لهي الدرجة؟ يعني معهم مصاري وعندهم بنت، شو بيعرفني؟ عندهم كل شي بيحلموا فيه، بس قتالاتهم ونقاشاتهم ما بتخلص. الكبار غريبين بس بيعرفوا كل شي. برأيي لا تهتمي كتير. طبعا لازم تشكري الله، أمك وأبوك فوق راسك، في عالم كبروا هنن عم يشتاقوا لأهلهم. أنا قلت شي بيزعلك حسن؟ لا ما قلتي، بس الحياة علمتني درس مهم كتير، قلت بعلمك إياه مشان تستفيدي. والله يا أم نماش، أنا وأنت رح نصير رفقات كويسين، يعني البنات كمان عندهن عقل. صباح الخير. حسان؟ بدرية؟ يا الله لوين راحوا الولاد؟ Thank you.
خلصتي؟ ايه أنا خلصت فوق، ضل هون بس. بدرية، أنتو كيف دفعتوا مصاريف المشفى؟ المحامي دفعها. طيب أكيد رح نرجع له المصاري. كيف اشتريتوا الأدوية؟ هو كمان؟ خليني أعرف مشان أحسب على هذا الأساس. أنا اللي اشتريت الدواء، بعت سنسالي. أوعك تقول لماما، رح تزعل. وكمان كانوا رح يقلعونا من البناية، يعني أكيد ما عندك علم بشي. أنا حليت الموضوع. ليش لي يقلعونا بقى؟ جان، خدمة الصبح تمت، وزعتها كلها. أي تمام. أنا شو قلت لك؟ ما قلت لك قال لي بس توصل من الدكان؟ كيف قدرت تحمله؟ ما كانوا تقال؟ لك وينكن أنتو؟ أمي ليش أنتي؟ نامي ارتاحي. روحي على التخت أمي. يلا. أختي كنست الأرض وأخي حسن صلح الكهرباء وأنا نهيت خدمة الصبح. ليش عم تفسد علينا؟ أنت ما فيك تسكر تمك بلا ما تحكي ولا مرة. ما بتقدر ما بتقدر. أنا بورجيك، رح علمك تسكر تمك من يوم ورايح. كتير منيح. يلا خلونا نفوت نفطر. يلا تعال يا أزهر، نتحاسب جوا. تعالي يا روحي. ألو نسليهان، أنا قريبة من بيتكم، تعالي نتمشى. إيه أنا بآخر الشارع، يلا تعالي. تمام أوكي، بشوفك، باي باي. دايماً عم نتأخر بسببك جان، تركوا بقى له الأرنب. بنتي لا تروحي اليوم على المدرسة، لساتك تعبانة. إذا ما رحت اليوم ما رح روح مرة تانية، وكمان أنا وعدتك أني رح ضل قوية. على أساس أنه نتأخر؟ سكوت لك فلعوص. خد ابني. شكرا ماما. يا روحي الله يفتح بوشكم. ما تأخرت على الشغل ابني؟ بدلت النوبة مع رفيقي، هو عنده شغل وأنا طالع هلا. الله يعطيك العافية ابني. يسلم. ليك امي، إذا توجعتي أو احتجتي شيء اتصلي، أنا قريب. اتفقنا؟ تمام. اجيت زور مريضة، بتسمحي لي؟ ايه اكيد، تفضل. الاولاد هلا راحوا، تفضل. بعرف هالشي، ما عم كذب، استنيت حتى يروح حسن. يعني بالأخير هو شاب معه حق. اي والله، لا تواخذني، تفضل. قدير انت جايب هالوردة إلي؟ شكرا. لا قدير، خليك لابس. شو هالحكي، مو معقول. ما عم بزعجك مو هيك؟ لا أبدا. كيف صحتك؟ صرتي أحسن هلأ؟ إيه أحسن، الأولاد عم ينتبهوا علي، كل الوقت نايمة. برافو عليهم، أكيد رح ينتبهوا على أمهم. بتشرب شاي؟ لا لا، لو سمحتي لا تتعبي حالك، عادي.
قدير شكراً كتير لأنك دفعت مصاريف المشفى. أنا عن جد خجلانة منه. طيب اسمعي، هو دين، أنا دفعتهم على هالأساس، دين هيك اتفقنا. ما بعرف شو أعمل بدونك. عم تترك عيلتك ومرتك وبنتك مشان تركض تحل مشاكلي. بالنتيجة أنت وبدرية وكلتوني بقضيتكن، طبعاً رح كون جنبكن. بعدين أي شيء عم بعمله عم بعمله لأنه طالع من قلبي. قال مسكول علي، انت مخبره لحسن، بس حسن ما كان يقول لي التفاصيل. واضح انه ابنك حسن ما بيحب يشرح مغامراته لأي حدا. شو قصدك؟ ايوه شيماء. شو طلعتي من البيت؟ ايه طلعت، رح اوصل للشارع، انا جاهزة للمشي. تعالي لعند محل الذهب فورا، لقيت عقدك حطوه على الواجهة. شو؟ لك شو عم تقولي انت شيماء؟ وانا انصدمت مثلك، مو هذا عقدك اللي معلق هون؟ ايه هذا عقدي انا؟ ما عم نشبه عليه مو هيك؟ اكيد ما عم شبه عليه شيماء، لانه عملته من حلق امي الاثري. كيف هيك؟ يعطيك العافيه. بدي اسالك، من وين جبت هذا العقد اللي على الواجهه؟ اي واحد مدام؟ هداك يلي بالنص في عليه حجرين. ايه بعتني اياه بنت صبيه امبارح. كيف شكلها؟ ممكن توصفها؟ طولة وسط، سمرة، وكمان شعرها طويل وعيونها ملونة، عمرها تقريبا 16. هاي بدرية. كيف وصلتي لهالنتيجة فورا؟ ما اجت البنت اللي عندي امبارح؟ ايه اكيد هي اللي بتكون اخذته وبدون ما نحس عليها.